الله حق الاكل ما طلعت وراح سرق لي شنطتي. يا الله خلينا اسف صديقي. طيب انت اللي سرقته ورجعت رجعته هيك؟ انا اسف. شو قصته هاد؟ اكيد في انا اكيد عمل شيء بشنطاي. يلا اعطيته شنطاي. منيح برافو عليك. ماشي خلنا نروح لك. شو هاد؟ ليش هيك عمل هاد؟ هذا اكيد جزاني. والله جزاني. لك ليش حطه؟ شو السبب؟ انا ما عاد تواصلي معي. رامي بتحذفيه من عندك. انا ما عاد بدي اياكي. عم تفهمي ولا لا؟ ما بدي اياكي. روحي انت طالق دبري حالك. استنى يا كلب. بعد ما شلحتني كل شيء وشلحتني مصرياتي وصفاتها الحديدة جاهل عم تطلقني تتخلى عني؟ شيلي ايدك عني. وليه؟ انا اضحكت عليك بالمشرمحي وروحي. شو ما بدك عملي خرية. انت برضاكي كتبتي كل شيء باسمي مو انا غصبتك. ايوه والسندات والوراق كله موجودين. روحي بلطي البحر. يلا سلام. وابننا وين رح تتركه؟ روحي عايشي عيشتك ليه مثلك. اصلا انا هذا ما بعتبره ابني. ابنك. يلا سلام. طولي بالك يا اختي طولي بالك. خلص انا بساعدك. قولي لي شو صاير معي؟ هل ابن الحرام بعد ما كان معي كثير مصاري شلحني كل شيء وطلعني؟ سمعت كل شيء يا اختي. الله يلعن هيك شباب يا اختي. شو بدك تسوي؟ كان عندي فيلا يا اختي وشلحني اياها. ما ضل عندي مكان اني اعيش فيه. سبيت بالشارع. لا يا اختي مين حكى هذا الكلام؟ خلص انا باخذك لعندي على البيت وبعيشك ولا تاكلي هم اي شيء يا اختي. قومي معي. طب يا اختي ما بكون فيها تقلي وسالي عليكي؟ لا يا اختي ولا. يلا قومي معي. قومي. ماما هلا بس لبيها قال لك تظبطي مشتي لك اكل. ماشي حياتي خليك قاعد. ماشي عمري. هاي هي معلم اللي حكيت لك عنها. انا المرأة فقيرة وما في من يساعدها. معلم انا اعطيتها اللي بقدر عليه اللي بحسن عليه. تشتري شوية جزادين وتبيعهم. معلم اللي بتقدر عليه تساعدها فيه اعطيها ولا تقصر مع هالفقيرة. خلص لا تاكلي. انا هلا شوف بعطيها مبلغ منيح ان شاء الله. معلم هي ما بتقبل حدا يعطيها هيك مصاري. لكن كيف راح اعطيها؟ لقلك شو طريقة تعطيها فيها لانه هي نفسها عزيزة عليها هالمرأة. لا تكسر بخاطرها. ايوه خلص عندي انا بعرف كيف اعطيها. خلنا نروح. روح بسرعة رجالي. يلا روح الله يرزقك يا جبار خواطر. روح الله يرزقك مثل ما جبرت بخاطري وخاطر ولادي يا رب. لروح استأجر بيت واشتري ثياب لأولادي واشتريهم أكل وطعمين وفرحهم. ربي يرزقك يا رب. لا تنسى تكتب لنا بالتعليقات كلمة ما شاء الله وتحط لايك للفيديو وتشارك الفيديو.